مع ملك البكاري. 7:07 على اي فم احلى غاديو. اهلا وسهلا بكم الناس الكل, صباح النور والورد والخيرات. ان شاء الله نهاركم زين, ان شاء الله نهاركم مليان بالمحبه بالضحكه بالبركه. باجا انت زاد المخرجه شكرا ليك, خاطرني خذيتني هكا وانا نجري مازلت من فحا حليت التابلت بتاعي من بركة حت روحي. ان شاء الله نهارك فلو ياسمين. مرحبا بكم الناس الكل كالعاده. اليوم الموعد في الماتينه 3/23 اوت, ساعتين برفقتكم نرجعوا فيها على الابرز أخبار ال 24 ساعة الأخيرة, شنو اللي صار في بلادنا, موفمونتي توا شوية مع اقتراب العودة المدرسية أيضا, هذاك علاش خممنا فيكم وفي عودة وليداتنا. يكون معنا فيصل العباسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة في المواد المكتبية والمدرسية. نار 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 شعلت فيها النار, خلينا نفهموا وين وصلت, خاطر نحكيو حتى على أوغمونتاسيون دو 40% 40% زيادة في أسعار المواد المكتبية والمدرسية. نحكيو أيضا على منير الشرفي عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة. هناك حديث عن عودة قوية لبعض الدعاة في بعض مناطق الجمهورية, هذاك علاش ودايا خرجوا فيها بيان وتحكيوا عليها المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة. يكون معنا في ساعتنا الثانية. وأخيرا حطاب بن عثمان رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية يكون ضيفنا في الوان تو وان. أهلا وسهلا فتحي المولدي. صباح النور ملاك سيد علي, صباح الفل السادة المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات. نار نار يا حبيبي والله نار. العودة والله المدرسية نار. قال لك التلميذ يتكلف 800 دينار بقى, إيماجين عائلة فيها 3-4 صغيرات حتى زوز. معناها التعليم مجاني, هذا اللي نعرفوه في تونس وهذا اللي تربينا عليه, ولكن اليوم الأمور أصبحت صعبة وصعبة جدا. والله يا ملاك وليش الأب والرب العائلة والعائلة والأب والأم معناها ياخذوا كريدي بشي ولادهم تقرأ, معناها شيء يوجع القلب. نتمنى أنه الناس تحط في بالها راهو التعليم مقدس حق دستوري, وبالتالي بربي نخفوا شوية عن المواطن وخفوا شوية حتى اسمع الكرتابة مرزنها الكرتابة. كنا قبل أنا نحكي على أقل وقتي أنا كنا كتاب عربي وكتاب سوري وكراسة عربي وكراسة سوري, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كان عندكم أسئلة حول الموضوع هذا أكيد تنجموا تخليوها على صفحتنا الرسمية بالفيسبوك باج راديو إي إف إم. أنتخطون خليني صبح على علي عرعود عنده كل شيء معد اليوم, خباير زين لوغي فود لفو إيش أقدمك هاودي تعبت يكون جيشار بعد كي يرجع يلقى كل شيء حاضر. صباح النور ملك, صباح النور ميتر, صباح النور الناس كل قاعدين يسمعوا فينا على إي إف إم. شكرا لك علي. يلا خلينا نبداو توتشيت بالاخبار الزينه. 7:10 الاخبار زين اخبار ولا اخبار تفضل علي. كالعاده زوز اخبار زينه هكا نبداو بهم النهار نتاعنا, واليوم باش نبداو بالممثله التونسيه اللي عندها اشعاع عربي كبير في العالم العربي. مش نحكيو على الفنانين اللي شوهوا في المهرجانات, تعرف التصريح نتاع البارح اللي تصار هوني في الماتينال اللي دار برشا متاع مدير مهرجان كارتاج الدولي. ليه طيب باش نحكيو على ممثلة أخرى شرفتنا. والله قبل ما تحكي لنا عليه باهي, أنت جبت موضوع مهم قبل ما تحكي لنا على الفنانة هذه أو الممثلة هذه اللي شرفتنا. بالحق البارح راهو تصريح كان واضح عند مدير مهرجان قرطاج الدولي يقول انه شيرين تقاضات اجر لكن ما هوش اكثر من 90,000 دولار كيفها كيف بقية الفنانين اللي جاوا في مهرجان كارتاج. ومن بعد من بساعة تلقاو الدنيا تقلبت على الفيسبوك, نلقاو اخبار اخرى شيرين غنيت مجانا ومن بعد المبلغ تحول في اذاعة واحدة اخرى ولا اقل من 100,000 دولار. الحاصل يا فتحي وكهو ميرسي شكرا قوسين ونغلقهم. خلينا نبداو في الاخبار مجانا. عجبتني انا غنيت مجانا. ليه اكثر شيء من انك تاخذ المعلومه من المصدر يظهر لي ما نجموش نعملوا اكثر منها كمان. نمشيو لهند صبري اللي هند صبري الممثلة التونسية المتألقة القديمة واللي تتصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادات بتاريخ السينما المصرية بثلاثة أفلام الحقيقة اللي هما كيرا والجن واللي هي تشارك في البطولة متاعه, وهي ماهيش بطولة مطلقة لهند صبري. والفيلم الثاني اللي هو الفيل الأزرق الجزء الثاني, والفيلم الثالث اللي هو الممر, وتقريبا زوز أفلام من هذيما فاتوا معني حاجز لـ100 مليون جنيه
إيرادات في شبابيك السينما المصرية. هند صبري ديما معناها منورتنا في كل الأعمال متاحة. بالنسبة إلى كيرا والجن واللي هو تقريبا آخر الأعمال اللي شاركت سينمائية اللي شاركت فيهم هند صبري, هو قصة معناها فيلم يحكي على قصة واقعية متاخذة من قصة واقعية لمجموعة كانت تحارب وقتها في الاستعمار البريطاني في مصر, وأبدعت الحقيقة هند صبري في الفيلم ذاك, وموجود حاليا حتى في قاعات سينما في تونس, وأدعوكم معناها أنكم باش تفرجوا فيه خاطر مش باش تندموا. هي قوة صبري أنها طلعت السلم درجة درجة, ما كانتش مثل الفقاقية اللي تطلع دنكو بعد لك تطفى دنكو. عندها جماهيرية كبيرة برشا في مصر, يحبوها برشا, يقدروها برشا, تلقاها حتى في استضافاتها ديما عندها التميز وعندها اللمسة الخاصة بها. كهو نجمتنا بنتنا. شوف كي تحترم روحك يحترموك. قلت كلمة أنا نعرف هند صبري. هند صبري نعرفها وقت اللي تقرأ في الدروا. وهند صبري راهو للناس اللي معناها ربما تتبع في هند صبري الممثلة, راهي كملت دراستها في الحقوق ودخلت ولات محامية. محامية في تونس. في تونس معناها خطوة خطوة بدأت بالدراسة, هذاك الضمان هذاك السلاح متاع أي امرأة وأنه عندها. ومن بعد وقت اللي تمشي للتمثيل تمشي شبعانة, تمشي مغرومة, تمشي في عقلها. وليت هند صبري اليوم تبيع. علاش تبيع هند صبري؟ لأنه عندها اللي برشا ما عندهمش المصداقية. لأن وقت اللي تفرج هند صبري فعلا تحسها ما يش تمثل, تحسها هذيك طبيعتها, وبطبيعة الحال المتفرج يحسك التلقائية هذيك. هند صبري أحسن ممثلة, لكن أنا مش على السينما, أحسن ممثلة لتونس, أحسن سفيرة لتونس, لأنه فعلا تعطي صورة راقية ياسر لتونس وللممثلين التوانسة. ليماج متاع هند صبري أنها مرأة رزينة, مرأة معناها تبارك الله ناضجة, وتعرف ازاي تختار الأعمال متاعها, تختار أعمالها, لا وتحترم المشاهد, وهذا أكثر ما فما. كي تحترم المشاهد راهو يحترموك. وبالتالي هند صبري مع بطبيعة الحال الوجه الآخر متاعنا درة زروق ظافر العابدين, مع ظافر العابدين فما أسماء فعلا تشرفنا ونقولوا علاش ماشيين لبرا, لأنه مع الأسف في تونس ما يقاوش الإمكانيات هذم. ولكن برافو هند صبري ومتبعة الحال, وما زالت في بداية الطريق. راي خذت لي رول اسمها أنواع وشكال, مش مغروم برشا, ولكن نتبع هند صبري أنواع وشكال. تحبها في الدراما, تحبها في التفديك, تحبها في الضحك, تحبها في فعلا فريمون الي كومبليت, مع كامله الاوصاف هذه نتاع عبد الحليم الغنايه هذيك هي. نمشيو للاخبار الثاني في خبير زين. نحكيو على وزير النقل اللي البارح كان عنده جلسه للاطلاع على اخر الاجراءات اللي تم اتخاذها حاليا لدخول زوز خطوط جديده من الشبكه الحديديه السريعه. نحكيو على الخط او والخط دي. الخط او اللي باش يربط ما بين تونس الزهور والزهروني والسيجومي, واللي يقولوا انه تقريبا باش يدخل حيز الاستغلال معناها على قريب. والخط الثاني باش يربط ما بين تونس منوبة والقبعة والمنيهلة, واللي نعرفوا انه المناطق دي تشهد معناها اكتظاظ كبير على مستوى وسائل النقل ومشاكل صعيبة زيادة في الكثافة السكانية الكبيرة. كبيرة برشا لانه من الجهة هذيك فعلا فما كثافة سكانية عجيبة كبيرة ياسر. ولكن أنا اللي قلقني نفرح الأخبار فعلا أخبار زين, كلمة قريبا حتى بين هذا والله جلاب وزيلة من كيسيوم شو قلوا القريبا فيها تاريخ ولا ما فيها قريبا تفرحني وتفجعني في نفس الوقت, لأن استنسنا قريبا في تونس تنجم تستنى عشر سنين. إن شاء الله نقول أنت كي العادة تفائل خير تجدو. يلا علي نرجع بعد شوية. أي نرجع بعد شوية في الفغي فود. شكرا ليك علي عرود. 67 دقيقة قاعدة تكتب, هي قاعدة تحين لنا في أخبار الطرقات. أهلا وسهلا, صباح النور ألفا. صباح الخير. صباح الحمد لله. ما ثمش سيركيلاسيون كبيرة اليوم؟ لا صباح صافا, الطرقات مصرحة حتى أنا كي جيت ما لقيتش صعوبة في الوصول إلى إي إف إم. 17 دقيقة أنفو ترافيك مع ألفا الكشاو, راجعين لكم على إي إف إم أحلى راديو. إي إف إم أحلى راديو 17 دقيقة. مرحبا بكل من التحق بنا الآن, أنتم في متابعة السات 9 وآخر الأخبار والمستجدات الأكتواليتي كل تلقاوها معنا على مدار الساعتين. لقيت هذايا نمشيو 360 دوغري سبور مع أيمن زروق.
EFM 69 أيمن صباح النور. صباح الفل. كنا نحكيو على قوة الشعب العظيم هذايا. أوي ما يقلبش الفيستا حتى تعرف. ما يتلونش. ثابت على نفس المبدأ. بارك الله. نحكيو على ثابت المبدأ. ما شاء الله. يلا ما نخليك ديفلوبي أكثر. تراصوص صوت اليوم بعنوان ثابت المبدأ طبعا بعد شوية نفهموا شنو نحكي، لكن نبداو بمصر. البارح الزمالك رسميا توج بالبطولة المصرية. علاش نحكيو على الزمالك؟ خاطر عندنا زوج ملاعبية نتاع منتخب اللي هما حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، يقولوا لهم مبروك تتويج الثاني على توالي لنادي الزمالك بالبطولة المصرية. مش ناخذوا الموضوع من زاوية معينة اللي هي زاوية مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري اللي هو رجع مرة أخرى لرئيس الزمالك. نذكر وقت اللي دوب رجع رئيس الزمالك كان تهاجم بشكل مباشر على سيف الدين الجزيري من شهرين تالي شهرين ونص. قالوا أنت ماكش مرغوب فيك في الزمالك المصري، أنت معتها تمر بحالة نفسية خايبة. قال في كلام ما يتقالش. ألا مرتضى منصور معناتها كل ميكرو قدام الشعب ويبدا يتكلم على باله بحتى واحد. الجزيري وقتها في قوة الفورما نتاعو تنس حتى بسيكولوجيكمون مع ليكيب ناسيونال وكذا. من وقتها سيف ما قعد يلعب اساسي في الزمالك وتحسن وتطور وكمل من بين الهدفين نتاع الدوري المصري، معناتها ارقام ممتازه جدا. اخر رقم اللي هو افضل هداف اجنبي عربي في تاريخ الدوري المصري، نحكيو على سيف الدين الجزيري. سكسس ستوري على سكسس ستوري جديده بالنسبه لسيف الدين الجزيري، ورساله مواجهه جدا لرئيس الزمالك ماتري ثورلي. لا حلوه لانه فعلا خفنا احنا في وقت ما. هذا مرتضى منصور تعرف شنو هو؟ انسان غير عادي، نائب في المجلس النواب المصري، رئيس الزمالك، يحكم الزمالك كما يحب، من النوع اللي عندنا احنا منه شويه في تونس. كي يخرج كي يعمل تصريح اعرف راه باش يقلبها، معناها باش يسب الناس كل، باش يتعدى على الناس كل، ولا عنده نهار تصريح عادي متاع انسان بعقله، معناها دونك تصريحاته كلها ناريه. جاء لانه سيف الدين الجزيري تابع المنظومه القديمه متاع الناس اللي شدت وقت اللي هو خرج من الزمالك، دونك دوب ما جاء قال هذا يلزم يلوج على فريق ويمشي يخرج، ما عادش حشنا به. شي يجاوب سيف الدين الجزيري ولدنا يجاوب على الميدان، كل مقابلة يسجل هدف في اثنين هدف في اثنين. احنا بيدنا الحقيقة منبهرين بولدنا لانه نعرفوه ولدنا هداف، لكن مش بالطريقة هذه. الحقيقة الشيخنا جاب بطولة لمصر. تعرف مصر الزمالك والاهلي ما عندكش فكرة، راه يزمك تمشي لمصر باش تعرف شنو معناها الزمالك والاهلي. راهو عداوة معناها طبيعية غير طبيعية بلوتو. وبطبيعة الحال الزمالك المرة الثانية بطل مصر، فيها زوج ملاعبية من تونس، زوج ملاعبية الاثنين كانوا باش يطردوا. تحية سيدة حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي كذلك. يفرحنا علاش؟ يفرحنا الفريق التونسي، الفريق الوطني التونسي. ما جسم ان شاء الله ان شاء الله الاداء هذا يكون موجود. ياثر عليهم مورال. انا ماذا بيا توا في الستاف نتاع الفريق التونسي عندنا مرتضى منصور باش يجي يسب سيف الدين الجزيري. لا ما تخافش عندنا منه برشا. ويقول له راك اسمع سافا با، خلي سيف الدين يجاوبنا ويبدا يسجل الاهداف. تو سيريو توا ماتخ توا ما عندناش منه من النوع هذا نتاع مرتضى منصور. تيجي تحل باب دارك ده اول ما تلقى تلقى برشا. ما والله انا الشق اللي مرتضى منصور قاري في الكليه التونسيه. بايمه الملفلت وجه رساله في المباشر لمرتضى منصور هكا تو، ومن بعد من غدوه الاعلام المصري يرد على الاستاذ فتحي المولد ويدخل معنا غدوه في حلقه وجه رساله. لا رساله لمرتضى منصور نقول له ما دامك تشعل في النار راهي تو تلمع، لانه فعلا انسان ناري بامتياز، ولكن النتيجة تجي عكسية، معناها النتيجة وأنه يحبوا يجاوبوه وبطبيعة الحال يتألق. سيف الدين الجزيري أنا النجم نقول لك الأهداف اللي سجلها الكل 36 يضر لي من اللي مشى لمصر 36 الهداف اللي سجلها الكل كانت في شباك مرتضى منصور. قداش في قداش وقت 36؟ تقريبا مشى في 2017 هو للمصري. ما راهو عمل معناتها بدا بطنطا ومن بعد مقاولون العرب تدرج راهو بشوي بشوي هو ديجا سكسس ستوري في مصر، راهو ما يمشيش ديريكتومون للزمالك ولقى الامور مسهله. بعد كلام كذا فتحي المولدي حضر روحك باش عمل كونفيرونس دو بريس امام الشعب المصري باش يرجع عليك على الكلام تقول فيه.
فيه. يقول لك هذاك مندس من عند مجدي عبد الغني وتابع الاهلي المصري من عند المنظومه السابقه. آه الازلام نتاع الزمان. فتحي المولدي اهلاوي باش يقول لك عادي جدا فما حتى واش شغل في الاجواء نتاع تونس ومصر. البارح فينال نتاع فولي يو 21 ليكيب ناسيونال نتاع الجونيور انهزمنا البارح في الفينال نتاع كوب دافريك نتاع الفولي ضد مصر في قاعه توفيق بوهيمه في رادس. لكن مع الاسف الشديد انه صاروا احداث وبخلاف انه مع الاسف خسرنا مع الاسف صاروا احداث تعالوا نشوفوا فيهم هنا في الاي اف ام تي في. المصاروه على ما يبدو فرحوا برشا الفوقنيز قعدوا يغنيوا في الصاله فالملاعبيه نتاع الكيب ناسيونال نتاعنا تي كيما نقولوا بلغتنا نغروا يا اخي مشاو ضربوا يا اخي وليت تعاركوا معروك وفوضى عارمه وكراسي وعياط وصياح وحاله مكربه ما هذا. وكان صار لنا احنا العكس في مصر باش نرضاوا اي رايك الحق يقال الحق امان ايمن امان فرحوا برشا في عادي جدا يفرح يروحوا قد ما شنو فرحوا برشا يعجبكش لهنا ورقه حمراء ورقه حمراء 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 ما نعرفوش نخسروا نحترموا المنافس راهو قواعد الرياضه فيها الربح وفيها الخساره ربحونا اقوى منا صح عليهم فرحوا برشا نمشيو نعتديو عليهم راهو صوره خايبه ياسر راهي الصوره نتاع الرياضه التونسيه بصفه عامه ماهيش حلوه راهو عند زانستونس افريكان معناها في الكاف اكثر فرق تعاقب في كره قدم وتلعب ويكلوا اكثر فرق هي الفرق التونسيه في كره قدم اكثر فرق تاخذ خطايا ومعناها عقوبات كبيره هي الفرق التونسيه. انا تو دخلنا حتى للفولي الصغار الجينيور 20 سنه راهم الجينيور يظل يلزمها تحليل سيكولوجي ونفسي واجتماعي ما عادش غادي ما عادش يفرق في التحليل الرياضي مليك والله العظيم عملهم الكل ومش تفاد ليك عاملين فولي عاملين كلاش بعضها بين سيسيس وليتوال صحيح هذه حكايه فارغه راهو اللي صار عمناول فضيحه فضيحه بالحق معناها كما وتربولو مقابله دامت خمسه سوايع واتربولو تروح واتربولو كرة اليد في الزهرة في الماء في بين الزهرة والماء والمرسى معناها صار ما صار يعود يخرجوا من الماء ويتعاركوا بالميوات راهو والله واتربولو راهو والله عركة بالميوات كذا ظاهرة نتاع عنف في المجتمع كي دي باس فولي ولا هوند جوست بدل ديسيبلين وكاو انا اول حاجة نطالبها اليوم عقوبة الناس من تونس لانه العقوبة جايتنا راهو العقوبة جايتنا من عند الكونفدرالية الافريقية اما العقوبة لازم تجي من تونس لازمنا احنا نربي ولادنا نتعلموا نربحوا كيما نتعلموا نخسروا نخسروا نحترموا المنافس ما راهو شو الفولي ما فيش حيلة توا فوتبول تقول لي ماركاها بالدرشنو باليد ورجو والاربيتر شارينو الفولي ما فيش حيلة الفولي في 99% تبدا واضحة اقوى منا ربحونا حبوا مرتضى منصور يخرج لنا توا يا اخي مش من المفروض يكون ثم خطه معد ذهني ما نعرفش يحضر روحه للربح كيما يحضر روحه للخساره كيما يعلموا الكونسنتراسيون بالحق مش من المفروض هكا لا ولا حشمه من المفروض ولا. من المفروض خساره ماهيش حشمه عمري ما نخسر عمري ما نحشم من خساره لانه هذيك قواعد اللعب اما الحشمه وانه ما بعد الخساره شوف التصاور مش عادي مش عاملين معناها سامحني وليدات صغار ربحوكم ان شاء الله كي توليوا سينيور تربحوهم يلا نحكيو على ثبات في الموقف ثبات المبدا هي عنوان الروبريك اليوم الثبات فوالا ثبات الموقف في المواقف وفي المبادئ يجينا الدرس يجينا من العنسي العربي سنيغريا اللي هو رئيس مستقبل سكرة من ايامات عامل الحمله ضد رئيس الجامعه كما جرت العاده رئيس الجامعه وديع الجيري للمطالبه انه يصير اعفاء نوع من كل الرسومات وكذا نتاع الانديه الهوات هو رئيس مستقبل سكرة دونك وصل بالحملة بتاعه انه اعتصم امام قصر قرطاج باش يوصل الميساج لقيس سعيد باش هو يوصل الميساج لسيد وديع الجيري ما نعرفش اسكو ثم علاقة ببعضها لكن بارح جامعة تونسية كرة القدم اصدرت بلاغ تقول انه تم اسناد منحة بثلاثة مليارات لاندية الهوات للناس الكل فهنايا معناتها ثبات في المبدا يجي من خلال ستاتيوات سيد عربي فهمت واللي لايف اللي عمله في الفيسبوك بارك الله فيك يا سي وديع يا اقوى رئيس جامعة في تاريخ كرة القدم التونسية دمت ذخرا وبالتوفيق للمنتخب الوطني للسيد جلال القادري فهمتني دونك ثم ما هذا هو كيف البرلمان السيد هذايا؟ لا ما كان يترشح نتصور يربح عادي عادي جدا عنده شعبيه كبيره معروف هو شخص استثنائي هو شويه مرتضى منصور نتاع تونس نتاع سكره نتاع سكره لا رئيس استثنائي
سيموت على جمعيته وموت على سكرة، ولكن المبادئ متاعه تتغير حسب الأحوال. ربما باش ما نظلموش السيد المبدأ متاعه أخذ دورة في الفراج دخل في أوتوروت ولا كذا، الاحتجاج متاعه على شنو هو الاحتجاج؟ راه في رق هوات يزم تخلص دي ليسانس، يزم تخلص معلومة مشاركة، تخلص كذا، معناها بعض المصاريف عمل احتجاج. ربما احتجاجه هو اللي خلى رئيس الجامعة يعطي للفرق الهواة ثلاثة، يوزع عليهم 3 مليارات. أنا عارش قداش يجي كل فريق 3 ملايين ولا 5 ملايين، لأنه عندنا تقريب فرق هواة برشا. ربما يقول لك ينجم يقول لك سي العربي سنقري أنا ربحت، أنا عملت ضغط على رئيس الجامعة واحتجيت، هوك أعطانا الفلوس، مادام أعطانا الفلوس في عود يسكت. ومعناها ولا بتبيعة الحال من اللي كان جابد السيوفة ولا جابد البنادر، والسلام عليكم ومحلاك يا سي وديع، وانت احسن واحد وديع، وانت جريء جدا، ولازمكم تقفوا مع الجامعة قبلكم دي مود ورسالتي خلي سي وديع ولا ينتقد في اللي ينتقد في الجامعة. فأصبح سيد عربي سنقري الزعيم الوطني لأندية الهوات مع تهذيك فوالا كم سامحوني سامحوني على دخلة مكرم السيدين. يا لطيف يا لطيف شي شر حد راه قودوا عندك زوز حقوق رد من العربي سنقري ومرتضى منصور خاصنهم حي الزمن فادي كورانا حقك نظلت عليه. مرحبا بيك وانت ضيفنا معزز مكرم مبجد تعمليش المشاكل رد بالك جملة. مرحبا صباح النور يا صباح الورد يا سبح الفل. احنا ما نعملش مشاكل. انت حتى تعرف انت يزبك انيسه مشيخ ذنبك ضغطوا معناها في تناقض كامل على الاخبار اللي جيب فيها. ما فهمتش ما فهمت يقول لك يا زلزال يا فيضانات. اتفضل سيدي نصنع فيه هنا. والله عندك الحق في هذايا. 37 دقيقة على يا فهم احلى غاديو يا فهم اكسبريس مع مكرم سعيداني، ابقوا معنا راجعين لكم يا فهم احلى غاديو. 37 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكل من التحق بنا، تشاهدونا على المباشر على يا فهم تي في على اليوتيوب، لكن ايضا تابعونا على الباج فيسبوك غاديو اي اف ام. 37 دقيقة علي عرعود، مرحبا من جديد. مرحبا ملك. في نبداو في لوغري فود، نبداو في لوغري فود لانفو اي اف ام 69. في لوغري فود لانفو باش نحكيو على الوزير السابق نور الدين الخادمي الممنوع من السفر والمعتصم في مطار تونس كرتاج البارح. وزارة الداخلية كانت هبطت بلاغ تقول فيه على اثر تداول عدد من وسائل الاعلام خبر اعتصام وزير سابق بمطار تونس كرتاج الدولي بسبب منعه من السفر، فان وزارة الداخلية تاكد انه المعني يتعلق به بتحجير سفر قضائي هذايا اللي تقوله وزارة الداخلية في البلاغ نتاعها. سامحوني مش البارح نهار السبت هذايا اللي وضحته 20 اوت هذايا البلاغ اللي قالته وزارة الداخلية. سمير ديلو يتفاعل مع البلاغ هذايا ومشى معناها قال انه راه ما فماش حتى قرار بتحجير السفر، حتى قرار قضائي بتحجير السفر. والبارح الليلة على خطر شفنا برشا فيديوهات الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يقولوا فما تم الاعتداء على عائلته، ومن بعد شفنا اليوم الصباح تدوينة لمهر مذيوب يقول فيها انه تم الغاء الاعتصام اللي قام به الوزير السابق في مطار تونس كرتاج. احنا باش نفهموا اكثر تفاصيل حاضر معنا سي سمير ديلو. صباح النور سمير. اهلا وسهلا صباح الخيرات سي سمير. نبدا معك بسؤال اول. الحقيقه احنا شفنا من بكري شويه تدوينه للسيد مهر مذيوب اللي يقول انه سي نور الدين الخادمي وقف الاعتصام تاعو، هل تاكد الساعه هذه ولا صحيح؟ انا الحقيقه قيموني من النوم مع مدة 3 نتاع الصباح، اتصل بي الدكتور الخادمي وعدالي عون الامن في المطار من الوحده الوطنيه لمكافحه الارهاب اللي قدم له استدعاء وطلبوا منه انه بناء على ذلك يغادروا المطار. وانا طلب نصيحتي، استشارني باعتباري محامي فقلت له بطبيعة ما سماش مبرر باش تبقى في المطار اللي كان سما استدعاء رسمي اليوم، يعني وقتها اليوم 10 متاع الصباح. ولكن إذا تسمح لي نوضح لك تطور الأحداث وعلاش، يعني كنت في تقديم قلت يعني قلت ما سماش تحجيل سفر قضائي. هذا حسب تدوينة متاعك؟ لا، حسب بلاغ وزارة الداخلية على ما يبدو تقول هي التحجير سفر بإذن قضائي. أستاذ سمير ديلو صباح النور.
صباح الخيرات هناك. هو للأسف الشديد الاسم وزارة الداخلية المهنة وزارة العدل، لأنه البلاغ نتاع وزارة الداخلية هو على شكل البلاغات الأخيرة نتاع وزارة العدل، واللي قاعدة للأسف الشديد تعمل في إجراءات من نوع جديد هي إجراءات بالمفعول الرجعي. يعني لو نرجع للأحداث كيفاش صارت، منذ شهر ونص الدكتور الخادمي تحول بشكل دوري المطار باش يسافر، قص 8 تذاكر وألغيت 8 رحلات بتعلة أنه ثم استشارة قبل المغادرة اللي هي الاستشارة، تعرفوهم ثم 21 إجراء بالضبط، الإجراء 17 فيهم هو الاستشارة قبل المغادرة. هو طلب نصيحتنا فقلنا له ثبت في الجهات الإدارية الكل، وزدنا قلنا له أكثر ثبت في الجهات القضائية. الجهات القضائية الكل قالوا له ما عندك حتى تحجير سفر قضائي، قطب الإرهاب، القطب المالي، وكالة الجمهورية للمحكمة الإدارية بتونس، وجه عرائض بما في ذلك لرئاسة الجمهورية، إدارة حدود ورشاد، كل الإدارات المعنية. عريضة منهم جاوبوا عليه الوحيدة اللي هي العريضة التاريخ 10 أوت 2022، جاوبوا عليها في 15 أوت بعريضة عدد 6435، وجاوبوه بطبيعة بعد المقدمة هذيك بعد مراسلتكم وكذا، قالوا له ما تتعرضون إليه لا يعدو أن يكون سوى مجرد إجراءات عادية. هذا نهار 15 أول وقت اللي طورت الحكاية، هو قاعد في المطار ونحن وصيناه قلنا له تبقى ديسكريت، ما تحدث حتى تعطيل وحتى تشويش. تعرفوا أكيد أنكم تتذكروا شنو صار قبل، كان حاضر معنا ضيف عبر الهاتف بالضبط بالضبط. وقت اللي طورت الحكايه ولات مسانده ولات بلاغات وبيانات في الخارج وفي الداخل وكذا، وثم حتى جهات رسميه كما زيتونه وغيرها، وزاره الداخليه خرجت البلاغ الغريب نهار 15 اوت اللي تقول فيه انه ثم تحجير سفر قضائي. اللي قمنا به هو جاي نهار السبت كما قال سي علي، نحن نهار الاثنين الصباح مشينا للجهات القضائيه كل، مشينا لوكاله الجمهوريه بتونس الاقطاب كذا، قالوا لنا راهو ما سماش. كيف جاوها البارح في وسط النهار قالوا له تخرج راهو عندك تحجيل سفر وهاو الاستدعاء باش يجيك في الثنية. قال لهم انا جيبوا لي الاستدعاء ونخرج في الليل. البارح في الليل المخر جابوا له استدعاء لليوم 20 وقال لليوم 10 نتاع الصباح، وقال له راك فيك تحجيل سفر صادر النهار 20 اوت، الاستدعاء لا فيه صفه شاهد متهم لا فيه الموضوع شنو التهم. استشارنا قلنا له من دام استدعتك جهه معلومه تمشي لها وما تفرش، ولكن انا نقولها بكل مراره بقطع نظر، يسافر ما سافرش، هو ككل مواطن عنده الحق في السفر وككل مواطن تحت آلة القضاء اذا كان ثم اي تتبع مرحبا، ولكن انا في تقديري اللي قاعد يصير سواء في ملفات القضاة المعفيين وتنفيق الملفات بعد ما تصدر الحكم المحكمه، تصور تمشي للمحكمه، المحكمه تلقى عليك شيء، بعد ما المحكمه تحكم لصالحك نحاول نكونوا الملف اللي قاعد يصير هذايا فيه اساءه كبيره، وهو قاعد يورينا شنو معناها القضاء يولي وظيفه ماهوش سلطه، وقت اللي نسحقوه التليفون نجيبوا اللي حاجتنا منه. باهي سي سميرة بربي باش نسالك سؤال على موضوع اخر، قلنا البارح في الليل شفنا فيديوهات وتدوينات الحقيقه غريبه على مواقع التواصل الاجتماعي تقول انه معناها قبل ما يتم طلب منه مغادره مطار تونس كرتاج كان حتى العائله نتاعو معناها تعرضت لبعض المضايقات، هذايا اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا حبينا نتاكدوا هل معناها في الاتصال نتاعك اللي كما قلت انك اتصلت به ولا جاك الاتصال البارح في الليل، هل اكدوا لك معناها شيء هذا والا لا؟ لا لا، انا بالنسبه لي لم يحصل اي اعتداء، حصلت مضايقات، محاولة اصرار، يعني ما نحبش نقول كلمه اخرى، اصرار لانهم يغادروا المطار، ولكن انا في كل اتصالاتي بالدكتور الخادمي التفاعل معه كان تفاعل ايجابي، الضباط بتاع المطار تعاملوا معها بشكل حرفي مهني وما تعرض حتى إساءة. واضح، شكرا لك الأستاذ المحامي سمير ديلو، كنت معنا مباشرة لتوضيح بعض النقاط فيما يخص وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي. عندك نصيحة؟ لا لا، هي الحكاية توا سيد نور الدين الخادمي وغيره راهم تقريبا 30 ألف تونسي، راهم هلاس دي سيت كارثة، لاس دي سيت، فما ناس تجي تسافر ما يعرفش يروح وياخذ طيارة، أنا ما أخوش
فما مواطنين عاديين معناها يمشي باش يخدم تقاع عنده تربص عنده فورماسيون عنده تكوين البرة يجي استنى استشارة لا ما تنجم تسافر الاس دي سي تذي راهو كارثة تمس من حق دستوري هو حق حرية التنقل راهو الاس دي سي ربما السيد الخادمي لأنه شخصية كان وزير إلى آخره لكن مواطنين عاديين يا ملاك عاديين معناه مواطن عادي لأنه فيه تقرير هكا كذا يجي يسافر يروح ممنوع يلزم نحلوا المعضلة الكبيرة متاع الاس دي سات من جذورها ما نقعدوش نجبدوا على الاس دي سات وقت اللي يجي شخصية معناها معروفة مش تسافر. شكرا لك علي عرعود. كانت هذه لو فغي فو د لانفو 47 دقيقة على اي اف ام احلى غاديو. فتحي المودي اليوم في كلمة وقص يقول لنا على عينينا حماتي اي اف ام 69. يا ملك البارح عملت دورة في العاصمة دورة ولا تعمل الكيف من جهة المطار مطار تونس قرطاج نلقى دنيا أخرى ومنظر آخر محليه مطارنا وجه تونس ولا تحفة فعلا من برا ومن داخل وما نحكي لكم شي ملك علاك بنوامره الكل واحد واثنين وثلاثة ولا أعلم حتى الوقت في النص كما المنزة وصل بنزرت أحكي لكم زادة على شارع محمد الخامس أنا نتعدى منه يوميا ولا تقول شانزيليزي ولا متاع باريس أما شانزيليزي متاع باريس في النهار على خاطر في الليل تي تعرف شانزيليزي في الليل يقوم وشارع محمد الخامس في الليل يرقد بالطبيعة فرحت برشا نحب بلادي مزيانة زدت عمل دورة أخرى نلقى ما شاء الله برشا أماكن نظيفة وعباد تخدم الستة متاع الصباح اليوم أشجار جديدة قلت أخيرا فكرنا شوية في البيئة أخيرا ذكرنا اللي تونس راهي خضراء لكن ما قلكش تحس العاصمة لابسة حلة أخرى تحسها رجعت فيها الروح تحس رجعت فيها حركية كبيرة كياسات نظاف ونظافة شعارها والله قلت في قلبي والله تونس ولات رواندا ايه ولينا قارنوا روحنا برواندا رواندا النظافة رواندا اللي في العالم عاملة البتيت بالنظافة متاحها ما نطولش عليكم كل العاصمة دار فرح دار فرح جايين يخطبوا فيها بالطبيعة بما أننا نتبعوا شوية الأخبار واللي يقعد معكم يزموا يتبع الأخبار ذكرت اللي تونس العاصمة باش تحتضن بعد أيام ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا في كاد ثمانية معناها اليابان وبلدان إفريقيا باش يكونوا ضيوفنا مكرمين مبجلين الرهان الكبير يقولوا في حومتنا فرصة لا تعاد يا سعاد باش يجي ويشوفوا تونس مزيانة نظيفة تشرهم باش الواحد يجي عن فيها مشروع باش يرجع لها هذا أمر عادي وطبيعي يلزم الضيف يلقى أحسن استقبال بالطبيعة مع الأسف ذكرت كيف مسؤول من تونس يزور جهة من جهات تونس داخل الجمهورية تنضاف الشوارع وتتزرع على الجهر اليوم وبعد ما يروح تتقلع نظف اليوم يا ملاك على عينين حماتي كما يقولوا وخليها تاكل بعضها غدوة. السؤال الخطير على طريقة أخونا عبد الرزاق علاش نظافتنا مناسبتية علاش ما نتحرك ونخدم وننظف كان كيف عنا ضياف يا أخي المواطن التونسي ما عندوش الحق يعيش في بلاد نظيفة بالطبيعة أنا اليوم كي ندور في البلاد نقول شكرا لتيكاد ثمانية لكن والله الحقيقة ماذا بينا تيكاد تولي كل يوم واحد اثنين ثلاثة 365 يوم 65 يوم بالضيوف ولا بلاش على خاطر يقولوا كبارنا الصدقة ما تصح إلا متززا ولاد الدار بالطبيعة نحبوا احنا يقولوا احنا الجود احنا الكرم لكن نبدأ برواحنا نبدأ في بلادنا مش هكا يا عم لطفي يا ابو شناق احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا الهمم والله هي شوية ملحنة وشوية مرتبط لدين على خاطر انت زادك تخرج لك اياس صحيح مسؤولين مقصرين في هذا الاتجاه طلبات الناس ماشية هكيكة واصواتهم ماشية هباء وسودا لكن حتى المواطن التونسي راه طخفوا كي تعرضوا في الطريق انا لاخرتها البارح بالحق هبلت
مي ما نجمت نعمل حتى شيء خاطر معناها قدامي بالكهرباء، انا في كهربتي هو بالكهرباء نتاعو. والله يا فتحي ساشي كبير قد هكا فيها حاشاكم الفضلات، يعمل كيما هكا كي الراجل مليح طاف 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 يدور ويطيش ويطيش. لا تنجم تقفلو بالكهرباء في وسط الطريق سيركيلاسيون، معناها شنو اللي خول له مخه، شنو اللي قال له مخه في اللحظه هذيك الله اعلم. ومعها صغير في الكهرباء، معناها القدوه نتاعو قاعد يوري فيه تبارك فوالا، يشوف في مثال تبارك الله. معناه انا شو نقول شيء شيء يندله الجبين. لا هي عقليه 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 عقليه، لانه على غالب المواطن التونسي يرى في الحشاكم في الاوساخ، يرى في الاوساخ بالعمل حتى الميكرو تاع حتى الميكرو يظهر يشدد الرعشه لانه موضوع حساس برشا. انا اللي يوجعني نفرح راهو ملاك اليوم الستة غير بقى نتاع الصباح تبارك الله في ثنية اللاك العباد معناها قاعدين ينظفوا شيء مهول. والبارح زاد في جردان كختاج في سكرة في العوينة شارع محمد الخامس. علاش مناسبتية المواطن التونسي ما يستحقش هاللفتة؟ لو يكون المسؤول معناها الإلهين يقوموا بهذا، المواطن التونسي واللي يحشم على روحه. دونك ليكزامبل فيان دون هو، لازم المثال يجي من فوق. شكرا ليك فتحي. 47 دقيقة ألفة ترجع لنا في لنفو تخفيك، بعد شوية يكون معنا فيصل العباسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة في المواد المكتبية والمدرسية. مع ملك البكري على إيفام أحلى غاديو. إيفام أحلى غاديو 7:53 دقيقة. تعرفوا لي العودة المدرسية على الأبواب، تعرفوا لي العائلات التونسية توا قاعدة تحضر للغونتخي سكولير، تحضر بيان إيفيدامون في الأدوات المدرسية، الكتب، الكرارس، ما لازمهم، لكن أيضا في الميدع نقولوا احنا الطبلية، الكرتابة، هذا الكل يتكلف، يتكلف خاصة كي تبدأ عائلة عندها أكثر من صغير. احنا باش نفهموا هالتكلفة هذه في حدود قداش، وهل هي في المتناول أم لا؟ هل شهدت ارتفاع هذه الأسعار، أسعار هذه الأدوات والمنتوجات؟ أسئلة نرفعها مباشرة على ضيفي فيصل العباسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المكتبية والمدرسية. صباح الورد. صباح النور. صباح الخيرات. شكرا لك على تلبية الدعوة سي فيصل العباسي. اليوم قل لي قديش التكلفة هذه من ناحية الأدوات المدرسية، لكن أيضا من ناحية التفاصيل الأخرى كما الطبلية كما الكارتابلة، هذه كل خطر يتكلف كي تعمل أنت حسبة في المجمل يتكلف. واليوم جاتنا برشا تشكيات أنه الأسعار قاعدة وصلت 30-40% زيادة، هل هذا صحيح أم خطأ؟ صباح الخير مرة أخرى. شوف السنة الدراسية دي ساعة نتمنىها تكون سنة موفقة بالنجاح لأبنائنا الكل. الأسعار الموجودة داخل السوق راهي مهيش أسعار مشابهة، راهو ثم فوارق كبيرة حسب المواد وحسب تنوع واختلاف المواد. راهو ثم تنوع كبير داخل السوق في البضاعة، يعني آلاف مؤلفة من الأنواع، وفي نفس الوقت راهو ثم اختلاف كبير ياسر في الاسعار شانها شان القطاعات الاخرى. كما تنجمي تلقي اتيتر انديكاتيف وبرا، كما تلقي الكراسه غانتكات مدعمه ب 450 مليم، غانتكات ايضا تنجمي تلقاها ب 15%، كما تلقاها ب 17%، كما تلقاها ازيد من هكا. نفس الشيء بالنسبه للادوات الاخرى. الزياده هي راهي صارت بحكم التضخم اللي موجود، وبحكم التضخم اللي صاير في العالم وكله مؤثر فينا. في حدود قديش الزياده هذه نسبتها؟ مؤثر فينا برشا. نعطيك مثال، مثلا سعر الورق كيلو كان ب 500 مليم في العالم، انتقل الدينار و 500 مليم. معناها الزياده هذيك اكيد نحن قاعدين نستوردوا من خارج البلاد، بالتاكيد باش يكون عندها تاثير. لكن الحاجه الباهيه كونه راهو داخل السوق مش هالمبلغ هذا او الزياده هذه في الورق اللي صارت في العالم راهي اكثر من 100%، لكنها ما زادتش بنفس الطريقه اللي هنا في تونس. هنا صار تكيف وصار تفاعل مع برشا منتجين كما في الكراس مثلا، حاولوا يجتهدوا باش يوفروا انواع متعدده من الكراسات حسب القدره الشرائيه بتاع المواطن. راهو المواطن كي يدور حسب جيبه ينجم يلقى المواد اللي تتماشى مع القدرة الشرائية نتاعه. مثلا انت ذكرت المحافظ. المحافظ، وانا قلت الكلام هذايا في برشا وسائل الاعلام، وكي نقرا التعليق بتاع المواطنين يستغربوا وينعطونا حتى بالكذب معناها. وقت هي كرتابة تقول وراي كرتابة تونسية موجودة عندها 40 سنة، قرات بها الاجيال الكل،
والكميات اللي متوفره داخل السوق كل سنه. انا مش نعطيك زوز ارقام فقط تاع زوز معامل. قل. واحد موجود عندنا لهنا في رادس ينتج ويسيب للسوق ما لا يقل على 250 الف كرتابه، ومصنع اخر يخرج اكبر من الكميه نتاعو هذيا. يعني بيناتهم زوز هذوما بركه أطار صفاقس أطار نابل أطار اماكن اخرى قاعدين ينجوا في الكرتابه التونسيه واللي هي قاعده تتباع عندها سنين. رب بقداش تتباع الكرتابه؟ ماهيش كاملات معناها للاسف. التوانسه كي تقول له راهو سعر ما يفوتش 30 دينار المصانع هذيا يستغربوا ويتهمونا بالكلام اللي مش في مكانه. بحول الله نحن مش ربما ثم هناك خلط ثم خلط بين سامحني اي فما هناك خلط بين المنتوج التونسي وبين اللي جاب من برا اللي من 150 دينار ينجم يوصل حتى 390 دينار وشفناه على عينينا. اي شوف الاسعار راهي ثم منتوج تونسي كما قلت لك قراو به التوانسه اكثر من 40 سنه واكثر قريب تقريبا 800 ولا 900 الف كرتابه قاعد تابت في المارشي. وانت تعرفي اللي عندنا زوز ملايين و 530 الف تلميذ وطالب، جزء كبير منهم قاعدين يتزودوا بالمنتوج هذا. ثم منتوج اخر 60 دينار و70 دينار، ثم منتوج اخر ب 150. سي فيصل العباسي خاطر مازال لي اقل من دقيقه وقت، نقول مثلا نقولوا طفل تونسي او تلميذ تونسي قداش معدل تكلفه العوده المدرسيه بالنسبه للطفل الواحد وللتلميذ الواحد؟ كي ناخذوا غالبيه التلامذه اللي القدره الشرائيه نتاعهم متواضعه معناها، راهو التلميذ سنه اولى ما غير كتبه كرتابه ومعها الادوات 22 ارتيكل ما يتجاوزش 70 دينار 75 دينار. السنه الثالثه والسنه الرابعه بالكرتابه وبالادوات نتاعو تقريبا كامله ما يتجاوزش مبلغ نتاع 105 دينارات. وانت متدرجه هنا راهو الاسعار اللي قاعدين نسمعوا فيها خاصه في تونس العاصمه وفي المدن الكبرى. راهو ما تعتقديش راهو توانسه نحن 530 الف تلميذ ماهمش كل متركزين في العاصمه. ثم عباد عندهم قدره شرائيه عاليه ممتازه ينجم يشري كرتابه ب 400 دينار. راهو ما يعنيش اللي راهو السعر الموجود في البلاد الكل فقط 400 دينار. واضح. شكرا لك. شكرا لك فيصل العباسي رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الجمله في المواد المكتبيه والمدرسيه. ميرسي فتحي المودي وفات الساعه. صحة مالك. شكرا لك. ان شاء الله سيركولاسيون باهيه. هكا طمنوا طمنوا باش يوصل في ساعه البيرو نتاعو. شكرا لك فتحي المودي. نتلاقاو غدوه ان شاء الله 7:59 دقيقه على اي فم احلى راديو. الفا ترجع لكم في احوال الطقس المره هذه تقول لكم شنيا الميتيو اليوم تنجموا تعوموا ولا تنجموا تكملوا عطلتكم في راحة بال أو لا. هذه كل تفاصيل على رأس الساعة مع ألفا الكشاومة بعد آخر الأخبار. مكرم سعيداني وأيمن زروق في فلاش سبور. نرجع لكم في ساعتنا الثانية مع أنس بالمالك والعديد من الضيوف.